وفي الأرض المقدسة أيضا، وبدعوتين من الأمانة العامة للمدارس المسيحية في القدس. انطلق حوالي 500 طالبة وطالب مسيحي من 15 مدرسة من مدارس القدس للمشاركة في مسيرة درب الصليب على خطى المسيح، وذلك في المكان ذاته الذي شهد قصة الحب العجيب قبل 2000 سنة، حيث تضرع الأطفال المشاركون لأجل السلام في غزة وسائر الأراضي المقدسة. وقد أقام الطلبة قبل المسيرة صلاة خاصة، ثم انطلقوا حاملين الصليب وداعين كي تتوقف هذه الحرب ويعم السلام في هذه المنطقة. واختتمت الصلاة داخل كنيسة دير المخلص الرعوية برسالة وجهها حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون للطلاب، مؤكدا فيها ضرورة تمسكهم بالرجاء في ظل الظروف الراهنة واستمرار الصلاة من أجل العدل والسلام في غزة وسائر فلسطين. شارك في هذه المسيرة عدد من الكهنة والرهبان والراهبات وجمع من الطلبة وذويهم. أقام منتدى حائط المدينة الثقافي في إربد ندوة بعنوان الوئام منجزنا الوطني، المزيد في سياق التقرير التالي. تحت عنوان الوئام منجزنا الوطني، هالندوة الثقافية الحوارية نظمها منتدى حائط المدينة الثقافي بالشراكة مع مبادرة دروب الثقافة والسياحة والتراث الأردني تحت رعاية المهندس عامر النصراوي الرئيس الفخري للمنتدى، لتحتضن قاعة بلدية إربد الكبرى بمحافظة إربد هالندوة. وكان في حضور لعدد من وجهاء إربد والمواطنين. الأب نبيل حداد رئيس مركز التعايش الديني هو ضيف الندوة، اتحدث عن أهمية التعايش الديني بالمجتمع لقناعة الجميع بأن الوئام هو طريق للعيش المشترك بين عموم الناس بغض النظر عن لونهم، جنسهم أو حتى معتقدهم، وكمان بعيد عن أي نوع من أمراض التعصب. في هذا الشهر نحن نحتفي بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، وتأتي هذه الأمسية في نطاق البعد الأردني والفهم الأردني والإرث الأردني والرسالة الأردنية التي هي تعبير عن تكوين هذا الوطن بملامحه، ملامح القداسة والخير والمودة وهذا التراحم الذي وصلنا إليه بفضل إيمان الأردنيين بالسماء أولاً، ثم بمسؤوليتهم على حمل موروثهم الإنساني الذي حققه الآباء والأجداد. في هذه الأيام نحن لا نتحدث عن مواجهة خطاب كراهية، بل نتحدث عما هو أبعد من ذلك، نتحدث عن وئام. هذا الوئام الذي يتجسد استنادا إلى قيمنا الروحية والدينية والإنسانية المشتركة، وفي الوقت نفسه يعزز هذه اللحمة وهذه الوحدة التي من شأنها أن تعود بالخير وبالثمار الطيبة على مجتمعنا. واليوم بلدنا سجل حافل بتاريخ طويل من التعايش بين الأديان والإخاء، وبعد مرور عقد من الزمن بالمبادرة أو الاقتراح اللي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو أسبوع الوئام العالمي واللي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبيتم الاحتفال فيه بالأسبوع الأول من شهر شباط من كل سنة. ومن بعد كلمة الأب حداد انفتح المجال أمام الحضور لطرح الأسئلة والمداخلات، وبالختام تم تكريم الأب حداد بأجواء كلها محبة وسلام. التعايش مش يوم ويومين أو ساعة وساعتين، هو عمر بنعاش مع الإنسان، هو موقف، هو كلمة. فشهادة إيمان بني هاني بتمثل صورة التعايش في إربد. اليوم بمحاضرة يعني هدفها الأساس إن التعايش مع الأديان، وأنا من خلال تجربتي السابقة، تجربة في عام 2019 كنت بالتعاون مع ست هيفا حداد بترحم على روحها، لما عملنا إفطار للأيتام، إفطار لجمعية أمل الغد في جمعية آل حداد، وأنا كنت معزبة في هذا المكان، وكانت تجربة رائعة كثير كثير كثير. وهذا يدل على شيء، يدل على التعايش بين الأديان واحترامنا للدين المسيحي واحترامهم للدين الإسلامي. استقبلونا بكل صدر رحب ويعطيهم ألف عافية وشكرا لكم. الرسالة السامية للقاء أو الندوة هو المحبة والسلام، وهذا ما أكدت عليه السيدة زينب الناطور رئيسة المنتدى بمقابلتها. إحنا هدفنا من هاي المؤتمر اليوم كان
أنه كيف التعايش مع ما بين الدين الإسلامي وبين الدين المسيحي، وإحنا طول عمرنا إحنا وأخواننا المسيحيين أخوة مبني على المحبة والسلام، وربنا يعني أمرنا بالمحبة والسلام بين الشعوب والأديان. والحمد لله اليوم يعني أنا كنت مبسوط كثير أنا والمهندس عامر، يعني هو صاحب الفكرة، وأنجزنا بخلال يعني كم يوم هذا المؤتمر، والحمد لله رب العالمين إنه إحنا بخطتنا القادمة إن شاء الله رح نعمل مؤتمرات مماثلة مع أخواننا المسيحيين وكمان مع الأديان الأخرى، فهذا إحنا شرف لنا إنه إحنا نكون أصحاب رسالة، رسالة محبة وسلام لجميع الأديان. رسالة السماء هي رسالة سلام محبة وعدالة بالإضافة لكرامة الإنسان. في الدين هو محبة ومعاملة، ومحبة الغير هي أسمى رسالة كما دعا إلها السيد المسيح إلى كل المجد. من إربد لقناة نور سات، نيفين حداد.